أهلا بكم من جديد. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا ضم المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والمالية، وقدم وزير الكهرباء تقريرا حول محطة الضبعة النووية والاستعدادات الأولية لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المشروع. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تنفيذ محطة الضبعة وفقا للجدول الزمني المحدد لها. مرحب معنا في الاستوديو بالكاتبة الصحفية الأستاذة كريمة كمال. أهلا بك أستاذة كريمة. أهلا بك أستاذة كريمة. يعني برأيك إشراف الرئاسة على محطة الضبعة النووية سيزيل أي أو سيضمن أي عراقيل ممكن أن تؤثر على الانتهاء من إنشاء هذه المحطة وفقا للجدول الزمني المحدد لها؟ اعتقد ان طالما ان في جدول زمني فمساله ان نبقى ملتزمين، لان الجدول الزمني ده احنا ملتزمين بيه في الاتفاقيه اللي تمت مع روسيا، وبالتالي فبيبقى محطوط استراتيجيه اساسا على ازاي احنا هنكمل في التوقيت ده نبقى خلصنا. واعتقد ان المساله مفترض تكون يعني في ايد الوزارات بيخلصوا من الشغل طبقا للاتفاق اللي تم. طبعا لما الرئاسه بتتدخل للاسف في مصر الامور بتمشي صح، مفترض ان الامور تمشي صح سواء اتدخلت الرئاسة او ما اتدخلتش، بس احنا تعودنا ان الرئاسة تطلب انها ان الحاجة تخلص فتخلص. طب لو ما طلبتش مش هتخلص، مادام خلصت يبقى كان ممكن تخلص يعني. فانا اتمنى ان احنا نيجي في وقت الامور تمشي من غير تدخلات الرئاسة، لان يعني في حاجة اسمها مؤسسات بس.